السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. اسمحوا لي أن أسألكم، هل رأيتم أو سمعتم صوت بوق الملك توت عنخ آمون من قبل؟ وهل تعلمون أن هذا البوق الشهير اتهم أنه أشعل العالم حروبا لسنوات عديدة؟ فلنعرف قصته ولنرى صورته. من المعروف أنه في يوم 4 نوفمبر سنة 1922 اكتشفت مقبرة توت عنخ آمون في البر الغربي بالأقصر على يد هوارد كارتر بمساعدة المصريين، وانبهر العالم كله بالآثار الرائعة الساحرة للفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون. وكان من ضمن مقتنيات الفرعون الذهبي بوقين وجدا في مقبرته، والاثنين من الأبواق المزخرفة، كان أحدهما من الفضة الخالصة، ولنعلم أن الفضة كانت أندر من الذهب في هذا العصر، أما الآخر فكان من البرونز، ويعتبران لغزين مثيرين ومن أهم الغرائب في دنيا الأثراء. لماذا؟ لأنه حدث اندلاع للحروب وللثورات عند النفخ بهما، ويعد مثيرا من أهم الغرائب كما قلنا أن البوق كان في مصر القديمة وفي الدول القديمة عامة آلة موسيقية عسكرية، وكانت من أهم الأدوات الداعية للحرب. ويبلغ طول البوق المثير جدا حوالي 50 سنتيمتر، وفوهة هذا البوق عبارة عن حلقة أسطوانية الشكل ملبسة بحلقة فضية عند النهاية الخارجية ومثبتة في أنبوب طويل، وعلى الوجه الخارجي لهذا البوق المتسع والذي يشبه الكرس منظر يصور الملك توت عنخ آمون مرتديا التاج الأزرق، وهو التاج المفضل لأسرته، ويمسك بالصولجان المعقوف، ويقف الملك شامخا أمام تمثال رب الفنانين والصناع الإله الشهير بتاح في هيئة موميا. وفي عام 1914 زار أحد علماء الآثار الفرنسيين المتحف المصري، وأمسك ببوق الحرب الذي كان يمتلكه توت عنخ آمون وتفحصه ونفخ فيه ليجربه، ففوجئ الجميع بدوي الصوت من خلاله بصورة عالية جدا. وبعد ساعات قليلة وقعت الكارثة وقامت الحرب العالمية الأولى. فقال علماء الآثار أنه يمكن الاستعانة ببوق الفرعون وإعادة النفخ فيه لإعلان الحرب أو التحذير من المصائب الكبيرة، وذلك لأن البوق كان ينفخ فيه للإعلان عن الحرب في هذا الزمان. وفي سنة 1939 حاولت هيئة الإذاعة البريطانية تسجيل صوت هذا البوق على الهواء، واستطاعت أن تقنع هيئة الآثار بالمشاركة في البث، وذلك عن طريق مسؤول الإذاعة البريطانية الأستاذ راكس كاتينج. وراكس كاتينج هو أحد رواد الإذاعة البريطانية إذاعة البي بي سي في هذا الوقت، وكان يرغب في أن يستمع إلى هذا الصوت حوالي 150 مليون مستمع. المهم تمت الموافقة على العزف في النهاية، وقبل أن يتم ذلك بخمس دقائق من بدء العزف انطفأت جميع الإضاءات والفوانيس التي كان يحملها المراقبون، وأصبح المتحف في حالة ظلام دامس، وتم إشعال الشموع، وقام العازف البريطاني جيمس تابرين بالعزف على الأبواق بنجاح شديد، ونتج عنهما صوتا عاليا جدا مميزا
ستستمع إلى التسجيل الصوتي إليه في نهاية هذا الفيديو. وحاول أحد أمناء المتحف المصري بالتحرير إنكار فكرة وقوع الحروب والكوارث بعد النفخ في البوق، معتبرا إياها خرافة، فقام بالنفخ في البوق سنة 1967. ولكن بعدها قامت حرب 1967 بين العرب وإسرائيل، وخسر العرب الحرب، وتم احتلال الكثير من الأراضي العربية ومن ضمنها القدس الشرقية وأراضي سيناء التي تم الحمد لله استعادتها بالسنة. وفي سنة 1990 حاول أثري مصري آخر أن يعيد التجربة كنوع من الدعابة، فقامت بعدها حرب الخليج الثانية بين العراق والكويت. وقد ذكر الدكتور زاهي حواس أن أحد الإثريين نفخ في بوق الحرب الخاص بتوت عنخ آمون في يناير 2011، فقام بعدها بأسبوع ثورة عنيفة هي ثورة 25 يناير 2011. وبناء على ما سبق نشأ اعتقاد راسخ لدى الأثريين بأن النفخ في هذا البوق معناه قيام الحرب، فقد يشعل ذلك الحرب أو يحدث كارثة كبرى على الفور أو بعد النفخ بوقت قصير. ولا تزال حياة وأثار الفرعون الذهبي وهذا الملك الذي توفى شابا ما زالت تبهر الناس وتثير القصص التي تدعو للعدل. عموما أرجوكم أخبروني في التعليقات بوجهة نظركم في توت عنخ آمون وأبواقه، وهل تؤمنون بما قاله الأثريون؟ وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضعوا لايك واشتركوا في قناتنا. Of the pharaoh Tutankhamun, lord of the crown, king of the south and north, son of brave.